بالتي حكايات حكايات stop violence كان راكش في الحومة راكش بحضة باب الدارة جاو زوز اصحابو هسو السكرة في البارة ركبو في البانيولا ديريكت للسونتر فيلا تات السكرة بالبيرة ثمانية بتاع الليلة برشة بابس فرغت برشة بابس اتعبات بدات الشيخة تطلع وبدات مع حكايات من حكاية لحكاية واحد من اصحابو دوان قالو انتي فكيتلي سحبتي وانتي خوانة تات بضحكة من بعد العين بدات حمارة والعياط وكفر وسياح وفوضى في البارة صاحبو اللي فاهم بالغدرة كسر شقف تغرو دغرتين في قلبو عمرو تخطف شامس بولا على الطول ويخرج فخر نفس يتلطخ في دمو من بعدي قبلة الحس اللي دغرو هرب وقطع من بعدي قطاح هو شد الحبس اما صاحبو عمرو راح حياتو وحياتك مشى وخسارة سيوز يستناو في زيارة بين القبور وبين المحكومين لين بكات عليكم الاثنين حياتو وحياتك مشى وخسارة سيوز يستناو في زيارة المحكومين لين بكات عليكم الاثنين مروح لدارو مسال في فخلص جديد من خدمة ديركت لدارو من حيط الحيطة مروح في الليل الدنيا باردة الحال اشته برضو هي وولادو يستناو فيها العشاء يمشي ويخمم في قضية دارو وولادو سارح في سوالاتو ظهوما وكرواتو في غفلة خرجولو في الظلمة ثلاثة اولاد كمو بيه وجدو عليه سباكن ولا مات من الوهقة حبي قطع يا اخي شدو ضربوه منشدني ونشدك فكولو فلوس ودغروه طاح في الكياس ساكت ما في عينو بلة يخرج في الروح ولادو تستنى في الغلة ما في بالهم شي اللي بوهم في ثنيات براكة يبركة وهم داوين ومكيفين بلاكة طاحوا شدو الحبس والحاكم محكم عوام اما البوتر زاد في عمرو خلى ولادو يتام حياتو وحياتك مشى وخسارة سيوز يستناو في زيارة بين القبور وبين المحكومين غير بكات عليكم الاثنين حياتو وحياتك مشى وخسارة سيوز يستناو في زيارة بين القبور وبين المحكومين عليكم الاثنين كانت في الفاكولتي خرجت من الاكزامانات فرحانة بلينات تحكي لصحباتها البنات عملت تليفون لبوها باش يروح بيها قالت له الدنيا تنامت باش ما يبقاش عليها الناس الكل ركبت في الكار فرغت المحطة فما ولد في المحطة حطت عليها الحطة هربت من المحطة تطلب في بوها وتتمشى حكاو معاها بلغة تركي حتبسني صغشة خلط عليها واحد يجبد منا والاخر منا هسوها للغابة وهي في بوها تستنى من الاخر البنية الولاد عدوها تحويل حبت تهرب في الغابة دغروها الدم يسيل هما هربوا هي هربت بحرارة الروح خرجت للكياس تطايح كتير المجروح وهي لو وزعناها وهي تفارق في الاحيات هما شدوا الحبس وهي يرحمني مات حياتو وحياتك مشى وخسارة سيوز يستناو في زيارة بين القبور وبين المحكومين غير بكات عليكم الاثنين حياتو وحياتك مشى وخسارة سيوز يستناو في زيارة بين القبور وبين المحكومين غير بكات عليكم الاثنين